الوصفة اللي كانت سبب في الشفاء ديال آلاف الناس ودارت واحد ضجة كبيرة داخل وخارج المغرب. بعد منها كنجيب لكم وصفة أخرى اللي غادي تنقي لكم العين وغادي تهنيكم من المشاكل ديال الحكة الشديدة ديال الاحمرار ديال العين، ديال الأوساخ اللي تتكون يعني متراكمة لنا في العين الداخل وتتسبب لنا مشاكل في الشوف ديالنا، ديال بزاف ديال الحاجات كتنوض الشفار وكتصحح لنا الشوف. غادي نعطيكم أقوى وصفة لزيادة النظر في نفس الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خواتاتي والغاليات ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، موضوع جديد مهم طبعا بزاف بزاف بزاف، وتحت الطلب ديالكم. دائما الطلبات ديالكم راها من هاد الأوينة قبل هاد الأوينة، ودائما راها في البال البنات بزاف 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 اللي كيعانيو من هاد المشكل اللي غادي نهضر عليه اليوم. يعني ماشي غير البنات، نساء ورجال، الموضوع ديال اليوم يعني خاص بالجميع، يعني ما غاديش نقولوا خاص بالنساء فقط، ولا يعني راه موضوع عام ممكن ان بزاف ديال الناس كما قلت كبار ولا صغار يكونوا تيعانيو من هاد المشكل هذا اللي غادي نتكلموا عليه اليوم. بالنسبة للمشكل اللي طلبتوني عليه وبغيتوا ليه الحل هو الحكة اللي كتجينا في العين، واحد الحكة كتجي يعني تتكون بحال الحساسية وكدير لك واحد الاحمرار هنا في الجفون السفلية ديال العين وكيكون عندك بحال الحب رقيق. كيفاش غادي نعالجوه؟ مع ان بزاف ديال الاخوات تيقولوا لي درنا بزاف ديال التقطيرات، يعني تقاطر بزاف اللي جربنا، درنا هادي درنا هادي درنا هادي بلا ما نذكروا الاسباب، ولكن مازال عندنا هذاك المشكل. واش ممكن يكون يعني عنده شي حل من الاعشاب؟ نعم، وانا سبق ليا وتشاركت معكم الوصفه اللي كتقوي النظر، اللي الصراحه دارت واحد الضجه كبيره في العالم، ما غاديش نقول غير في المغرب، وصلت الحمد لله لجميع الدول ووصلت لجميع الناس وجميع المدن المغربيه وجميع القرى. ما كاينش اللي يعني جربوا وما رحمش ليا الوالدين وما رجعش ياخذ او ثاني. علاش؟ لان انا حطيت لكم المكونات ديالو اللي كانوا صعاب شويه انهم يتوجدوا، ضروريين يعني يكون ضروري انهم يكونوا اوريجينال، يكونوا اصليين، يكونوا شي حاجه اللي ما فيهاش الغش، خصوصا الزنجار العراقي وخصوصا التوتيه. بالنسبه للناس اللي تيقولوا اش من موضوع علاش كتهضر ام ياسين اليوم، غادي نحاول نخلي لكم الروابط ديال الفيديو اللي تنتكلم عليه، غادي نخليه لكم اخواتي يا اما في اول تعليق الرابط، وسيروا تفرجوا في الفيديو غادي ينفعكم بزاف بزاف بزاف. واللي ما عرفش يصاوبو غادي يتواصل معنا على الرقم اللي كيظهر على الشاشه، الوالد ديالي الله يطول في عمره هو اللي كيصاوبو باليد ديالو، باغي الرحمه ديال الوالدين ليه والام ديالي طبعا والشفاء العاجل ان شاء الله. حتى هو راه كان تيعاني من هذا المشكل ديال الضبابة، ديال نقص البصر، ما تيقدرش يسوق بالليل بزاف ديال الحاجات، مع العلم ان السن ديالو تبارك الله ما شاء الله 74 سنه فما فوق يعني بشي شهوره. المهم وكان حتى هو تيعاني من هذا المشكل، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبهذا الدواء هذا راه خاصه البنات، ماشي فقط غير بضوء في النظر وانما حتى المس، اللي عنده المس يعني في عينيه كيدير ليه بحال الضبابه، وخصوصا يعني ما كتوضحش ليه ديك الرؤيه وعنده جلاله او لا الظفر، مزيان لكم هاد الدواء اخواتي. عاد غادي ندوز نعطيكم الوصفه اللي جايه باش نعطيها لكم اليوم ديال الحكه كما قلت والالتهاب ديال العين. يعني تتلقى الواحد كيبقى كيحك عينه لواحد الدرجه كيبغي يدير حتى ظفرانه، هذاك الشيء راه ما خاصكمش تستهنوا به. وغادي نعطيكم التجربه ديال واحد المتتبعه ديالي مع هذه الوصفه اللي عطيتها لها، رجعت كتشكرني عليها بزاف في الواتساب لانها حتى هي تتاني من ديك الحبه اللي تتنوض في العين ودارت الراس وما خلات كي دارت، لدرجه انهم قالوا ليها دارت العروق وخاصك تفتحي عليها. واحد المكون بسيط ورخيص كيعاني يعني كيعانيو، لا موجود في كل بيت، غادي يحيد لكم هذا المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس كما قلت لكم. راه بزاف، راه حتى الوليدات الصغارين ولينا تلقاو عندهم المشكل ديال ضوء في النظر من مساكن يعني من صغيورين راهم معلقين النظر. ما فيها باس انكم تجربوا الوصفه، راها زوينه بزاف، وحذاري ثم حذاري في الناس اللي غادي من يعني الناس اللي غادي يشوفوا الفيديو ديال الوصفه اللي كيصوبها الوالد ديالي، حذاري انكم تطيحوا في الاعشاب مغشوشه، حذاري ان الزنجر العراقي يكون ماشي اصلي، او لا الزعفران الحر يكون حتى هو مغشوش. راكم عارفين بان الزعفران الحر لا بيتحط في العين خاصو يكون حر بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للاخوات اللي ما شافوهش، راه هذاك الدواء ضروري ضروري انه يطيب في البيضه ويطيب ويعاود واحد ثلاثه السوايع على الاقل، هو فيه الخدمه ولكن راه فيه واحد العلاج اللهم لك الحمد كبير بزاف. بغيت نشوف الناس اللي جربوه معنا في التعاليق ان شاء الله اليوم ويقولوا لينا التجربه ديالهم، لان كما قلت لكم راه دار واحد الضجه كبيره الحمد لله وكلشي تيشكروا عليها. دابا غادي ندوزو
باش نوريكم واحد المكون تيعالج لينا الحكه، تيعالج لينا الالتهاب، تيعالج لينا الحموريه ديال العين. الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا ماشي الضعف ديال البصر، راه زوين بزاف بزاف بزاف، راه تيصفي لك العين ديالك بزاف وكيصفي لك الرؤيه. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو من البدايه الى النهايه. ما تنساوش انكم تابوناو فلاشير اللي اول مره كيشوفني، ضروري من ابوني البنات، ضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من هذه القناه، وديروا اللايكات وبارطاجيو الفيديو باش انتم يكون عندكم النصيب من الاجر ديال هذا البارطاج اللي كديروا، لان بزاف ديال الناس كتعالج بهذه الوصفات، وبزاف اللي عياو من الاطباء وعياو من الادويه وعياو من التجارب ديال بزاف ديال الحاجات، والحمد لله كيجيب الله السبب في واحد الحاجه اللي هي بسيطه. دائما تنقول لكم ربي اللي تيشافي، انما الوصفات اعشاب، والوصفات والاعشاب راهم اسباب البنات. تنتمنى تبعوا الفيديو، نبداو على بركه الله. المكون اللي غادي نتكلموا عليه اخواتي اليوم، سبق لي وتكلمت لكم عليه بانه مزيان بزاف لتضييق المهبل والمشاكل ديال الافرازات وكذا. غادي نتكلموا اليوم على الفوائد ديال سكر نباتي للعينين. الناس اللي ما عرفاش بان هذا المكون هذا وهاد الحجيرات هادو راه فيهم واحد العلاج زوين بزاف بزاف بزاف. الناس اللي عندهم الحب الرقيق كينوض لهم في العين، واللي عندهم هذيك الحكه، واللي عندهم الالتهاب، راه مزيان بزاف. غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تستعملوه، راها سهله كيفاش غادي نديروه، وراه مفيد بزاف 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 للصحه. وريتكم كيما قلت لكم كيفاش كنستعملوه، هو زوين وراه كيكون يعني بزاف اللي سولوني مناش كيتصنع، من قصب السكر طبعا، وراه زوين بزاف ومفيد بزاف حتى السكر اللي كنستعملوه حنا في الطبخ ديالنا العادي. يعني ها نتوما البنات غادي تاخذوا واحد المعلقه ديال السكر قنديل تكون مطحونه، يعني نتوما ديروا جوج باش تخرج لكم وحده ويكون مغربل ومشطط. يعني غادي ديروا واحد الزيف ديال حياتي وغادي تشدوه وتغربلوا به هذوك الاعشاب مزيان مزيان. من بعد غادي تشدوا البنات الكحل طبيعي بحال هكا، هذا هو اللي كنصاوب انا معكم. كنت صاوبته لكم بالعظام ديال التمر، بالعظام ديال الزيتون، بالقرنفل، بالثوم. البنات اللي فاتوا شافوا هذا الفيديو، هذا الكحل انا اللي كنصاوبو هذا، وبزاف ديال الناس يطلبوني عليه بحال هكذا وكيكون يعني موجود عندي في الدار. انا اش كندير لهذا، كنشدوها البنات وكنبداو كنخلطوا معاه هذيك المعلقه اللي صايبناها ديال سكر القنديل، كنخلطوها هنايا. اللي عنده الحكه، اللي عنده هذا المشكل اللي يعني اللي تكلمت عليه ديال الاحمرار ديال العين، الضبابه وهذا المشكل هذا، انما ضعف البصر كننصحكم، وجلاله والظفر كننصحكم بالدواء اللي كيصاوب بابا، راه زوين بزاف بزاف. بلا ما نعاود نشكروا لكم غادي يبانوا انا الناس طبعا اللي خداوه. غادي تاخذوا البنات بحال هذا يعني الكحول الطبيعي، ماشي غادي تمشي تشري الكحول يعني المصنع وغادي تمشي ديري فيه سكر القنديل، لا، غادي ديري كحول مصايب على اليد. راه كاين العيالات اللي كيصاوبوه في حالتي يعني لما تواصلتوش معايا انا، شوفوا شي وحده اللي تتصاوبو وتصاوبو لكم يعني بالخاطر ويكون مزيان مزيان. عاد باش شدوها البنات وزيدوا فيه ديك المعلقه ديال سكر القنديل بحال هكذا، تكون مشططه ويكون منيل مزيان، يكون ملس ملس ملس. وغادي تبداو تشدو المروده البنات بحال هكذا، ها هو دايره هنا في هذه، غادي تبداو تشدو وغادي تبداو تدوزوه من عينيكم. دائما فزقوا المرود باش يهز واحد الكميه مهمه، وهذا الشيء حتى تبغيو تدخلوه لفراشكم وبداو ديروه. بالنسبه للسكر القنديل وهذا واخا ديروه يعني حتى جوج مرات في النهار ما كاينش اشكال، انما بالنسبه للاخوات اللي سبق لهم وخداو هذا اولا بغاو ياخذوه، هذا غير مره في النهار وحتى نبغي ندخل لفراشي، يعني لا درتو من عمل حل عينيه من تما غادي نعس حتى الصباح ان شاء الله. كيخرج الوسخ وكيخرج الرمص وكيخرج كاع داك حاشاكم شي حاجه اللي يعني كتكون في العين، اضطراب، اي وسخ تيكون يعني عالق فيها، راه كتصفي يعني شوف مزيان. وللتذكير الناس اللي عندهم ضعف البصر راه كيحرقهم، واللي عندهم جلاله وضفر راه كيحرق بزاف، والناس اللي يعني ما عندهمش مشكل في العين ديالهم نهائيا الله يحفظهم، راه تيديروه ما تيحسوش به، اللي لقى فيه الدغل راه كما تنقولوا راه تيحرقوا. بالنسبه لهذا البنات ما تيحرق ما والو، لاننا طبيعي، والسكر قنديل راه هو يعني حلو ماشي شي حاجه حاره. تنامروها البنات وتنشدوه تندوزوه من عينينا، تنحاولوا نديروا واحد الكميه يعني مهمه ونسدوا العين ديالنا، غادي الدماء غادي تخرج الوسخ غادي كذا مزيان. بالنسبه لسكر القنديل البنات، كانت كما قلت لكم هذيك البنت اللي عندها هذيك، هي مراه راه كبيره وراها في لا فرانس، تنوجه لها واحد التحيه، كانت عندها حبوبه وصوراتها لي كاينه ليها في العين، ملي بدات تديرو بدات تيبس ليها هذيك الحبوبه. وكاينين اللي تشاركوا معايا التجارب ديالهم يعني في الواتساب، تيقولوا لي انا اللي خر ليا هو سكر القنديل لعيني، كانت فيا حبوبه، كان ديما شفاري تينسلوا ليا، راه تيدير شفار
باش تفهموا هذه البنات اللي باغيين الشفيرات وباغيين يكبروهم مزيانه لكم الوصفه. تنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه وصلتكم الفكره على اكمل وجه. تهلاو فروسكم والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.